أيضا سنبقى في متابعة لهذا الموضوع. اليوم كان هناك لقاء لنقابة الصحفيين التي طبعا يعني هي اعترضت على هذه التعديلات والتقت بهيئة الإعلام. بدنا نتابع هذا الموضوع مع الأستاذ علي فريحات الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين. أستاذ علي مساء الخير. مساء الخير، الله يعطيك العافية، شكرا لك راتي اليرموك على متابعة القضايا الصحفية التي هي تهم الهيئة العامة وتهم قطاع الصحافة والإعلام في الأردن. أهلا بك يا سيدي. اليوم كان لكم اجتماع مع هيئة الإعلام، ما هي مجريات هذا اللقاء؟ أولا إحنا يعني بعد ما تم نشر نظام رسوم بدل تراخيص مطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث في ديوان التشريع، كان هناك تحرك لنقابة الصحفيين الأردنيين بالاتصال مع هيئة الإعلام يعني مزيد من التشاور والتنسيق حول ما يخص هذا القانون، وطالبت النقابة اليوم بسحب القانون، لأنه يعني قبل شهر التقينا مع مدير هيئة الإعلام وطلبنا أنه يكون دائما في تنسيق وتشاور ما بين النقابة والهيئة. فاليوم كان تركيز احتجاج على صدور هذا المشروع النظام من قبل نقابة الصحفيين، وسجلنا اعتراض وطلبنا بسحب هذا المشروع لتداول حول الكثير من الأمور التي تتعلق بالاحتجاجات حول رفع رسوم. هذا قرار مجحف ولن يحل، وطالبنا الهيئة أنه بدل ما نرفع رسوم أن يكون هناك توجه لتدريب الصحفيين، الهيئة معنية بتدريب الصحفيين لمزيد من الشفافية والمهنية. وإيش كان موقف الهيئة؟ يعني كان مدير الهيئة أنه يعني أبدأ كل استعداد التعاون والتنسيق مع النقابة، وأبلغ يعني أنه هذا القانون وضع على فتح باب النقاش والأخذ براء جميع المعنيين حوله بما يخدم المصلحة العامة، لكن النقابة رفضت، أنه قالت أولا يتم سحب القانون وبعدين أنه يتناقش القانون مع النقابة والجهات المعنية من المواقع الإلكترونية، وطلبنا أيضا يعني فتح حوار مع المواقع الإلكترونية لأنه لهم رأي، وإحنا كنقابة معنيين مظلة للصحفيين والمواقع الإخبارية حرصا على يعني ديمومتها، وإحنا دائما بنحب نطالب برفع سقف الحريات، و لأنه الإعلام بيعالج الكثير من القضايا المحلية وهو صوت الأردن، ويعني إحنا دائما كصحفيين إن شاء الله في خندق الوطن نعبر عن إنجازات ونتابع قضايا المواطنين. نعم. فبالتالي كان هناك رفض مطلق ليعني وجود النظام، طالبنا بسحب النظام ووعد أنه يعني يراجع المعنيين وإبلاغ النقابة، وإن شاء الله بحد يعني أنه يوم غد انه سيتم ابلاغ سعاده النقيب من قبل مدير عام الهيئه يعني ما يدور في متابعته مع المعنيين. نعم. هو قال طيب هو يا سيدي يعني مجلس النقابه اطلع على مسوده هذه التعديلات؟ نعم طلعنا واليوم ناقشناها، وكان انه تحفظ على الكثير من البنود. ايش ابرز النقاط يا استاذ علي؟ يعني رفع الرسوم من 50 دينار ل 500 بتصور يعني مش حل. احنا مندور انه يعني نركز على مواضيع نأهل الصحفيين، نخلق لهم جو من التدريب، وهيئة الإعلام معنية ايضا انها تنسق مع نقابة الصحفيين الأردنيين، فكان هناك احتجاج على رفع التراخيص، واحنا يعني بنقول دائما انه مش رفع الترخيص هو الاساس، احنا لازم يكون عندنا هناك تدريب ونعمل على حريه الراي ونعمل على اعطاء المعلومه الصحيحه وتوفير المعلومه للصحفي. نفكر انه ننهض بالاعلام الاردني وليس انه نقيد، هذا انا بعتبره تقييد على الاعلام انه نعم. يرفع رسوم، لانه هناك الكثير كان في من كلام كان في كلام أستاذ علي بأنه هيئة الإعلام نسبت كذلك في التعديلات فرض رسوم بدل منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية عبر الإنترنت مقدارها 2500 دينار، صحيح؟ بالضبط، فهذا برضو هذا كان من المواضيع اللي تم مناقشتها،
وهذا يعني احنا كمان ابدينا ملاحظات عديده مع واحنا سنتواصل مع الحكومه يعني سحب هذا القانون، وطلبنا انه يكون في هناك اجتماع مشترك ما بين النقابه وهيئه الاعلام واصحاب المواقع الالكترونيه، لانه مزيد من التشاور في مثل هذه الامور التي تخدم الجسم الصحفي وتخدم رساله الاعلام الاردني. نعم، يعني يا سيدي بالملخص انتم الان بانتظار رد هيئه الاعلام يوم غد. نعم، رد رسمي، لانه يعني هو قال احنا القانون هذا اللي فتح باب النقاش والاخذ براجم، لكن النقابه مصره انه اولا سحب القانون، وان شاء الله يعني النقابه لن تقف مكتوفه الايدي، انما ستتواصل مع الحكومه بحيث انه دائما نقابه الصحفيين هي المظله، ويجب التشاور معها في كل المسائل التي تتعلق بقضايا الصحفيين والمواقع الالكترونيه والصحف والفضائيات. نعم، الناطق الاعلامي باسم النقابه استاذ علي فريحات، شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية. احنا اليوم كمان نعم. كان عندنا اجتماع طارئ في النقابة، رفضنا رفض مطلق نقل زملاء يعملون في مهنة الصحافة والإعلام إلى دوائر حكومية ليست معنية في الإعلام، فإحنا كنقابة صحفيين نقف يعني موقف قوي جدا في يعني لمناصرة زملاء الصحفيين واللي بقى عليهم ظلم، يعني اللي عملوا التلفزيون الأردني قرار مخالف للأنظمة والتعليمات والقوانين، لأنه ما بصير نقل الصحفي، لأنه مهنته صحفي يجب أن يعمل في مؤسسة إعلامية، هذول زملاء بيعملوا أكثر من 20 سنة وتقاريرهم ممتاز، بالتالي كان في عملية النقل إحنا شعرنا فيها ظلم وفيها إجحاف، وسنواصل بإصدار بيان شديد اللهجة. كم عددهم سيدي؟ والمرافعة قضائيا عن الزملاء، لأنه إحنا معنيين ندافع عن زملائنا في المؤسسات الصحفية. كم عددهم أستاذ علي؟ 3 صحفيين يعني يعمل المحرر مندوب، وهذا النقل إلى المكتب الوطنية على رأسي، لكن إحنا بخالف قوانين النقابة، وهذا يعني اعتبرناه يعني بقرار مجحف، ونحن مع الزملاء وسنقف يعني بصفا واحدا لإثناء التلفزيون الأردني عن هذا القرار الجائر، لأنه يعني إحنا كنقابة نرفض الهيكلة. نعم. خصوصا الهيكلة القصرية اللي يعني بيلزموا فيها الصحفي بدون مشاورته، وإحنا اليوم تواصلنا مع المستشار القانوني وأبدأ يعني إنه هذا يعني بنواحي قانونية، إحنا سنتابع الموضوع قانونيا وسنتابع الاتصالات مع الحكومة بحيث إنه ما يقع ظلم على أي صحفي ينتسب إلى نقابة الصحفيين الأردنية. نعم، الأستاذ علي فريحات الناطق الإعلامي باسم النقابة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا.